معاه هو الاستاذ انيس بريانه. مرحبا بك. اهلا وسهلا. اشرقت الانوار. عايشك بارك الله فيك. فرحانين برشا نستقبلوك ونشوفوك عندنا الفرصه والشرف نشوفوك نهار ثاني. شعور في لغه الدبلوماسيه شعور متبادل. متبادل. مرحبا بك انيس. نحكيو بطبيعه كل ما تسمع صوت انيس نحكيو على الفلاحه، واليوم الحديث باش يكون حول الاشجار المثمره والخضروات. ما عندناش برشا حكينا كيف في ظهري على الاشجار المثمره. اليوم باش نحكيو على حاجة بعينها ياسر بنينة، أنا شخصيا نحبها ياسر. كيف يعني أنت؟ نحكيو على التمور. يعطيك الصحة. وحاجة أخرى زبنينة معنا بونيوس زاد بونيوس هذاك بونيوس. اكزاكتومون. عندنا التمور وعندنا الرمان. اكزاكتومون. باش نركز معاهم، وفما سؤال إضافي جاي من الجمهور. كتبعته البارح في صفحات التواصل الاجتماعي، فما برشا كلام على العنب. عندنا سؤال في الاخر خليوه باش نسمعوا، جبنا العنب متزاير ولا لا؟ شريتها البارح ولا لا؟ برشا عباد تحكي في الفيسبوك وغيره، قال لك جبنا العنب متزاير، هذا سؤال جاوبنا عليه عنها، كيفاش الامراه المناسبه في المكان المناسب؟ هي موجوده في المكان المناسب جدا. ضيفتنا صحيح ومسانسه ديما جينا للاكسبريس اف ام، مدام درصاف بن احمد، مديره الاشجار المثمره والخضروات في وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري بالتحديد في الاداره العامه للانتاج الفلاحي. دونك هذه المديره مسؤوله على الخضره والغله. الخضره والغله مشاكل تاع تونس الكل باش تحلها سيده درصاف. مادام كل شيء متوفر دونك محلوله ديجا المشاكل. دونك اليوم نحكيو تحديدا على، قلت شيء بعينه يمكن ديما يمكن كي نقولوا تونس نقولوا تمور وزيت زيتونه، معناتها حاجتين اول زوز صور تجي قدام الناس وقت نحكيو على تونس. واليوم يظهر لي صحيح مادام جبت زيت زيتون كان مسيتني في مشاعر. تفضل عبر عبر. صار صناعة عاملين ريكور احنا لحد الان وباش نواصلوا فيه. احنا زيت زيتون نذكروا لموسم زيتين عاده موسم التصدير حتى الانتاج رقم اللي قدموه تو شفت حتى الفتح الجني فما بلايص حتى 16 اكتوبر وغيره. احنا الزيت يمشي من اول نوفمبر حتى لاخر اكتوبر. دونك من اول نوفمبر 2023 حتى لاخر اكتوبر حتى لاخر سبتمبر 2024، دونك 11 شهر بالموسم، صدرنا اكثر من 5 مليار دينار، رقم قياسي عمرنا ما عملناه. وفي التمور خليوا الوقت لضيفتنا باش تحكي هي، التمور عندنا رقم كبير زاده والموسم وفاه. تعطوا الموسم هي باش قلنا شنو الموسم. الموسم وقتاش يبدا؟ وش عملنا فيه وعندنا رقم قياسي ولا لا؟ خلينا نفس باش تحكي بالكدا بعد فلاش بعد كورت باج دو بوب تو سويت. بيبليسيتي لا قولي لا باهي هاي تو سويت مع ضيفتنا عملنا بيبليسيتي عزيزه خلت انا بيبليسيتي عتمر درصاف بن احمد مرحبا بك يعيشك ميرسي بوكو شكرا للاستضافه خلينا نكملوا على لي نوت بوزيتيف واللي هما سنا قياسيه بالنسبه للتصدير زيت زيتون كذلك بالنسبه للتمور هي سنه قياسيه تم تصدير ما يقارب عن 137 الف طن مقابل 128 الف طن في الموسم الفارط اي بزياده تقدر ب 6.6% وكذلك كانت العائدات هي عائدات قياسيه عمرنا ما وصلنا لها بالنسبه لحتى موسم من المواسم الفارطه وصل العائدات نتاعنا ما يقارب عن 883 مليون دينار مقابل 793 مليون دينار في الموسم الفارط اي بزياده تقدر ب 11.3%. اعطينا الموسم سنة خلي تفسر لنا الموسم وقتاش هذا نتاع التمور؟ هذايا بالنسبه للموسم نحكيو على موسم عامنا اللي هو 2023 2024 ينطلق منه يوفى وقتاش؟ واللي احنا نقولوا تويكا الانطلاق نتاع الموسم الجديد الموسم الفلاحي اللي احنا نعرفه ينطلق من سبتمبر لكن موسم التصدير هو ينطل يوفى تويكا يتسكر لو 31 اكتوبر سيتسكر التصدير بالنسبه للموسم الفارط 31 سبتمبر يعني لو 31 سبتمبر لا لو 31 اكتوبر يتسكر اي اكتوبر 2024 يتسكر التصدير بالنسبه للموسم الفارط اللي هو سنه الفلاحيه 2023 2024 اللي هي نوفمبر اكتوبر سي سا فوالا فوالا دونك معناتها نفس الشيء بالنسبه بالنسبه للتمور جوست عندي ملاحظه صغيره حتى بالنسبه اللي قالوا انيس قبليك على زيت الزيتون ينطبق نفس الشيء على التمور كي نحكيو على الارتفاع في الايرادات معناتها المداخيل من المواد هذه كيما تمر ولا زيت الزيتون هل نحكيه على زيادة في الإنتاج ولا نحكيه على ارتفاع في الأسعار؟ هو متأتي ارتفاع بالكمية المصدرة السنة احنا مسنسين معدل بتاعنا 120 ألف طن السنة وصلنا 100
وطلب 37,000 طن، دونك فما زياده في الكميات، وكذلك زياده بالنسبه للاسعار، زياده في الاسعار، وبالتالي العائدات نتاعنا كانت اعلى من العائدات قبل. دونك حاجه باهيه حتى لان الانتاج كيفاش كان عمناول والسنه كيفاش باش يكون؟ عمناول كان زاد انتاج قياسي اللي هو كان يقدر ب 390,000 طن، لكن السنه فما تراجع خفيف، وسنه تقديراتنا نتاع الانتاج هي ما يقارب عن 347,000 طن من انتاج التمور. كي نحكيو انتاج التمور معناها صنف دقلة النور اللي يتمثل 80%، وكذلك اصناف المطلق اللي هما لي فاريتي كومون اللي موجودين في بلادنا، وما اكثر من 200 صنف اللي موجودين في بلادنا. دقلة النور تكون ما يقارب عن 293,000 طن، وفيها تراجع خفيف خاطر احنا نقولوا عام بعام فما معاومه صغيره بالنسبه للصنف دقلة النور. كذلك بالنسبه للاصناف المطلق فما تراجع صغير اللي هو يقدر ب 11%، وقدر انتاجنا بالنسبه للاصناف المطلق 54,000 طن. نقولوا احنا كنت عليك اخوات هذوما الاصناف المطلق واللي مالوغوزمون المواطن التونسي ما يعرفهمش، فيو كو هما معروفين برشا في مناطق الانتاج في قبلي وتوزر وجابس وقفصه، لكن ما يوصلوناش لهنا خاطر هما اصناف تكل الوقت في فترة الرطب واللي هي ما تنجمش تخزنها، باعتبار انه دقلة نور هي تصبر ونخزنوها على مدار عام وحتى أكثر من عام، وبالتالي هي معروفة أكثر ومعروفة أكثر بالبنة نتاعها، وكذلك بالترانسلوسيديتي نتاعها اللي هي كانت متواجدة في وقت معين، لكن مع التغيرات المناخية رينا فما تأثر شوية، فما سيغتان برونيسمون، لكن السنة كانت الظروف المناخية طيبة، مالوغوزمون السنة الحمد لله صابت شوية مطر. احنا عملنا تغليب بالناموسيه وبالبلاستيك، لكن الحمد لله نقولوا رجعنا الى قبل، والمواسم اللي هي فيها كانت قبل معناها تجي كيما هكايا طريه، وسنه تو خاصه بالنسبه لدقلة نور تاع نفزاوه تو تراو لا كاليتي الي بون، وكذلك زاد بالنسبه للكاليتي تاع توزر الي بون، وكذلك بالنسبه للقفصه. هو سويمها طريه ولا لا؟ الاسعار هو الاسعار احنا نقولوا ديما كل عام رانا نقوموا بتحديد الاسعار، وسنه حددنا الاسعار بالنسبه للتمور دقلة نور صنف شمروخ ما يقارب عن 5.2 دينار، معناها تشري من عند الفلاح نتاعنا الكيلوغرام 5200 بالنسبه للصنف الاول. بالنسبه للصنف شمروخ اللي هي برونشي كذلك زاد احنا قلنا صنف ممتاز خاطر فما دي كاليتي سوبيريور وفما لي كاليتي اللي اقل شويه واللي قدرت ب 4500، لكن مالوغوزمون احنا نراو اللي فما الاسعار هذه ما تلقاهمش على المارشي مالوغوزمون، اللي ترى اللي فما حلقه اللي هي حلقه التجميع، التجميع هذا باش يقوم بعمليه الفرز ومش يخرج الكاليتي سوبيريور يبيعها باسوام خياليه واللي ترى فيها مع الوسطاء توصلنا احنا ككونسوماتور في تونس ب 12 دينار وساعات حتى في تويكا في الباكوره نتاعها 15 حاجه خياليه. هذا العمل اللي قاعد تخدم عليه وزاره الفلاحه انه على الاقل نحاولوا باش نخدموا من المنتج المستهلك. ترى في فما برشا العديد من المعارض اللي تصير كما السيات اللي باش يصير ويتم فيه عرض المنتوج من المنتج المستهلك، كذلك زاد خيمات تقوم بها وزاره الفلاحه بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للتمور باش نقربوا السلعه هذه للفلاح للمواطن التونسي وما يكونش فما وسطاء، وتكون الاسعار مدروسه واللي عاملين وريتوها في الخيمات ما فاتتش 7000 الى 8000 حسب الجوده. فما ملاحظه عملتها انت في البدايه الحقيقه جلبت انتباهي خاطر قالت لي برشا قبل اللي هو التمر التونسي ترونسبارون ترونسلوسيد كما كنت تحكي من بكري اللي على الشكل نتاعو، لو انت قلت حسب التغيرات المناخيه تغير شوي. اليوم شكون المنافس الاول نتاع التمور التونسيه؟ بالنسبه للتمور التونسيه عندنا المنافس الاول هي جارتنا الجزائر اللي هي قاعده تخدم زاده وقاعده تنتج كميات هامه ما يقارب من 1,200,000 طن هي انتاجها من التمور، واحنا نقولوا كمياتنا احنا ما نسميش كميات كيما انتاجها هي، لكن هما عندهم زاده برشا استعمال المياه واستعمال يقوم عمليه التسميد، والخيره نتاع المنتوج نتاعهم تراوها تتصدر زاده هي وقاعده تنافس فينا في بعض لي مارشي. من جديد ولا من قبل هذه؟ هذه ما كانش عندهم العادات نتاع التصدير وما كانش عندهم الخبره هذيك، لكن الخبره هذيك بدات تتكون عندهم هما، ولاو عندهم فما دعم كبير من قبل الدوله في الزراعه وكذلك زاد في عمليه التصدير، وبالتالي هما بداوا يدخلوا شويه في المارشي اوروبيان، وفلات منافسه الحقيقه كبيره وشرسه بالنسبه لي. الجزائر هنا تخدم على التمور يخدم على البطاطا كمنتوج جديد ما كانوش يصدروه قبل، دونك في تو تصدروا الجزائر، اما كان تعطينا فكره على الوجهات شكون تصدروا اكثر. احنا ما يقارب عن 85 وجهه هي نصدروا لها التمور نتاعنا، عندنا
الوجهه الاولى هي الوجهه المغربيه اللي ما يقارب ما بين 25-30% مثل الصادرات نتاعنا هي ماشيه للمغرب، والوجهه الثانيه هي الاتحاد الاوروبي بما فيه ايطاليا، في فرنسا، في زاد المانيا، وكذلك اندونيسيا من البلدان زاد اللي يصدروا. انا كنت نحكي على اسيا، باش نسالك على اسيا، على خاطر ديما معنا في مخنا لي مارشي كلاسيك اللي هما اوروبا. قاعدين نخدموا على اسيا ومازلنا باش نزيدوا نطوروا الصادرات نتاعنا. العادات والتقاليد نتاعهم معناتها الغذائيه يدخل فيها التمر بشكل كبير. عندهم شريحه كبيره اللي هي مسلمه واللي هي تستهلك برشا تمور. والمغرب يستعملوه كغله زاد، مش نحكي على اسيا، رجعت بك المغرب يستعملوه غله بعد الماكله يحطوا كل واحد ثلاثه وخمسه كعبات. احنا اوني با دو غون كونسوماتور نتاع التمر، مالوغزمون التوانسه ما يستهلكوش برشا تمر، حنقولوا يستهلكوا ما يقارب عن نرطل في السنه، هذا معدل استهلاكنا، لكن في بلدان اخرى كيما المغرب كل ما يقارب عن 15 كيلو بالنسبه للمستهلك المواطن الواحد. في العالم، في العالم معدل استهلاك التمور هو 300 غرام بالنسبه للفرد، للفرد في العالم ككل. كلهم في نهار. انا انا مستهلكه كبيره للتمور، معناتها ما نستغرب في اللي قاعد تقول فيه، بيظهر لي غريب برشا. وزوز اكثر حاجات اللي المفروض تونس معروفه بهم وبتصديرهم، معناتها في العالم. احنا الكونسوماسيون الكل يصير في الموسم، وقت الموسم، وكذلك وقت رمضان، وقتها يستهلك التونسي. هذا اسمه مشكل الرمان، الرمان كان تلقى كعبه تطيح، كعبتين رمان تطيحهم 300 جرام. احنا تو مع المجمع المهني المشترك للتمور قاعدين نخدموا على تطوير الاستهلاك الداخلي، وخاصة على الفئة الصغيرة اللي هي في الإدوكاسيون نتاعها هي على الأقل يولي تمر هو اللمجة الصحية للصغيرات نتاعنا، وتكون هالعادات هذيا باش نبنيهم على جينيراسيون فيتور. مالوغوزمون الجينيراسيون اللي هما تويك يحبوا حاجات دو بوش، اللي هما ديريكتومون يتاكلوا، تقش فيها نواية، فيها نحي فيها لا نواية، وماذا بيه لا نواية ما يلقى فيها حتى شيء، لا دودة كي زاد غير الدودة زاد مالوغوزمون. ولو أنه قبل كانوا ياكلوا تمر بالدودة، أنا نعرف، ما فهموا ما يهموش. دودة منعود. جوست سورس دو بروتيين. المشكله اللي علاش قلت مفاجئ الكلام هذايا، خاطر المفروض في ثقافه التوانسه كيما زي الزيتون كيما رجعوا برشا التوانسه اللي ريتهم تويكا اللي ياخذوا يعملوا في الغرانولا وكل شيء، رجعوا الناس تاكل هيلثي، دونك ولاو يدخلوا التمر في العادات نتاعهم. فما فئه اللي هي قولوا عليها هي واعيه ولا هي بتوسكي معناها صحي، وفما ناس اخرين مالوغزمون زاد. قبل ما نحكي مع الرمان خليني في التمر. عندي سؤال، عندي سؤال على التمور البيولوجيه. قبل التمور مهمة برشا بالله، عندي ملاحظه نتعاركوا على الاسئله ريت كيفاش. المهم مهم الموضوع، الكونسوماسيون اكثر جهات تستهلك التمور في تونس شكون هما؟ هما الجهات المنجة بالاساس، اربع ولايات اللي هما ولايه جابس، قفصه، قبلي، وتوزر. هما الاربع ولايات هما المستهلكه اكثر، قلت لك باعتبار ما عندهم اصناف المطلق. اصناف المطلق ياكلوهم كان هما، وجينيرالمون توا احنا بدينا الناس الكل هكا اون كومونيك اوتور دو سا، والناس بدات تعرف، ولينا حتى احنا هنا في تونس اللي نعرفوه يجيب لنا شويه، وبالحق اون ديكوفر دي فاريتي بنين برشا. واليوم لي سكر نتاعهم زاد سون دي سكر تري معناها بينيفيك للصحه، واللي هما لازم احنا تو قاعدين نعملوا باش نثمنوها. فما زاد لي ديريفي دو دات اللي بدات معناها فيليير قاعده سو ديفلوب، اللي هما لو سيرو دو دات، لو سكر دو دات اللي ولاو عندنا، كيفاش تراو زاد النوايه نعملوا منها زاد دو كافي. وفما برشا دي ديريفي، وممكن تراوهم اكثر في السيات ان شاء الله، فما معروضين وموجودين. هي قالت لك اربع ولايات سميتهم تاع تمر، وفما زاد جزر جزيره قارقة وجزيره جربه اللي فيهم واحد. دونك كان سؤال اخير على التمور البيولوجيه في التصدير ولا في الانتاج زاد بصفه عامه؟ والله احنا نسميه من اول بلاد هو مصدر التمور البيولوجيه، عندنا تطور في الانتاج وكذلك تطور في التصدير، وما زلنا نخدموا على العلامات الجوده الخصوصيه، خاصه منها العلامه البيولوجيه، وهي فيها تطور اخر حتى علامة الجودة بيوديناميكية، وحتى عنا زادة حتى الحلال بالنسبة زادة للتمور، وفما تنوعات أخرى اللي هما موجودة برشا دي سيرتيفيكا اللي قاعدين يتحصلوا عليها المصدرين نتاعنا، وبالتالي صار اكتساح الأسواق اللي نقولوا 85 وممكن نوصلوا حتى ل 90 سوق للتصدير التمور نتاعنا اللي هي عندها قيمة مضافة. اشترى العالم ياكل في التمر التونسي، تفهم معناها رقم كبير برشا. رقم كبير ومهم، وسي اليوم في برشا دول في العالم تمشي في لي سوبر مارشي تلقى تمر تونسي اللي نجم يكون مفاجئ للبعض، ما تلقى وتلقاه في هذاك يرجع للخدمه الكبيره اللي قاموا بها المصدر.
قادرين وقامت بها الدوله باش انه دعمت القطاع الخاص باش هو وصل انه يصدر المنتوج هذا. وكذلك زاد لا لوجيستيك اللي هي مهمه برشا لانه لازم تكون انت باش تصدر بطاقه سي اسواق جديده لازم عندك لا لوجيستيك ديغيغ سا. احنا لافريك عندنا الصين زاد كذلك من الاسواق الواعده بالنسبه للتمور نتاعنا وزيت الزيتونه نتاعنا من الاسواق اللي قاعدين نخدموا عليها. قلت لها مع وقت ضربتهم على الرمان، الرمان متجهه اكثر للاستهلاك المحلي ولا التصدير؟ والله الرمان هو للاستهلاك المحلي لكن احنا نعرفوا اللي هو الشريك الاولين للتصدير نتاعنا هو السوق الليبيه يعني اون لا كونسيدير امتداد للسوق التونسيه واللي هو اول بلاد نصدروا لها بالنسبه للرمان نتاعنا. نرجعوا للانتاج نتاعنا هو فما تطور في الانتاج ما يقارب عن 103 الف طن مقابل 96 الف طن في الموسم الفارط زياده ب 7.3%. او انت تعرف انت نعرفوا اللي ولايه قابس هي من اكبر ولايه المنجا لكن زاد ما ننساوش ولايه اخرى واللي هي سناء طورت زاد من مساحاتها وطورت من انتاجها خاصه ولايه نابل اللي نعرفوا احنا الرمان الخلادي اللي هو معروف برشا واللي لونه يبدا احمر غامق ونعرفوه وبنين برشا. دونك انتاج ولايه نابل كان 20850 طن زياده ب 20%. ولايه قابس فما تراجع صغير انتاجها كان 20000 طن واللي هي كانت في الاعوام السابقه توصل حتى 30 و 35000 طن لكن بعض الامراض والافات اللي هي موجوده في واحد قابس ونظره خاصه لواحد قابس قاعده تعمل فيها الدوله لتطوير الواحات هذه. كذلك ولايه باجه اللي فما تطور هام في المساحات نعرفوا عندها صنف التونسي وكذلك صنف القابسي اللي هو تاقلم بالكدا في ولايه باجه واعطى زاده جوده خصوصيه للمنتوج هذايا. وسنا فما تطور ب 58% في الانتاج ولايه قابس ولايه باجه بالنسبه كذلك زاد عندك تستور خاصه تستور معتمدي التستور اللي هي عطات نكهه خاصه بالنسبه للرمان اللي هو عندنا بلوس كو 100 فاريتي مي احنا الما برانسيبالمون هما لي فاريتي اللي نعرفوهم هما القابسي واللي هما فيهم زاد فيهم دي كلون وكذلك فما التونسي اللي هو سبيسيفيك واللي نعرفوه برشا في تستور واللي هو كان فاريتي معناها دوبي لي زاندالو كانت موجوده غاديكا دوبي لو موريسك وكانت معناها فيها عادات وفيها تقاليد حتى التخزين نتاعو يتم تخزينه على غليب تحت الاشجار ويصبر حتى يكشي الموا دو جونفي الموا دو فيفري sans qu'il y ait aucune intervention. هادي ما عندنا لاكسيون يفسد في سعر الرمان لا يصبر يصبر بالكدا خاصة انه نحن نبدا مهوي سوزانتا تحت الاشجار ويصبر بالكدا خاصة الرمان. ثم انا متاكده اللي فما ناس قاعد تسمع يحبوا يعرفوا كيفاش يختاروا الرمان مان وقت اللي شو نعرف اسمه حسه وحده على الغنى الكل خاطر لي قالت قبليك قلت حكيت على اللون الرمان اللي هو مزيان برشا لونه احمر وما نعرفش اسكو هذاك الرمان الباهي ولا لا معناتها اللي لونه احمر. انت والفاريتي احنا تو القابسي معروف لا كولوراسيون نتاعو ماهيش غامق الكولوراسيون تاعو فاتحه مي سا فو با دير اللي هو ما فيهش برشا سكر لو تو دو سكر اللي تري بيان وتلقاه معناها موجود ابري 12 دوغري وحتى اقل شويه لكن الكولوراسيون احنا هي منيش تجي اذا كان ما تنخفش درجه الحراره في الليل هو الكولوراسيون تجي من من الانخفاض تاع درجه الحراره. ترى في انت تو في استقرار مالوغوزمون تو قاعده قويه للرمان قاعد تسخن برشا الدنيا لكن في الليل مش قاعده تطيح دونك دوكو الكولوراسيون ما فماش برشا لكن لو تو دو سكر موجود معتدل وما يسالش نقولوا خلينا ناكلوا حاجه فخاش ميم سي اون يا با دو سكر اجوتي الناس نعرفوا ناكلوا بالزر ونزيدوه في المسفوف لكن نزيد برشا سكر نحن لازمنا ديما نحاولوا نكونسوم البرودوي نتاعنا كيما هو باش نشموا لي فلافور. سؤال اخير على العنب برشا رينا البارح حكاو قالوا جبنا العنب من الجزائر صحيح الحكايه ولا؟ والله هذا يظهر لي خبر زائف انا نقول اللي احنا بلاد اللي ننتجوا في العنب والكميات نتاع الانتاج نتاعنا 145 الف طن بالنسبه للموسم هذا معناها تراجع صغير بالنسبه للموسم الفارط لكن انتاجنا مازال متوفر خاصه انه تعرف الولايه بن عروس هي ديتيان لو بول نيميرو 1 واللي هي تقدر انتاج نتاعها 65 الف طن بالنسبه للموسم هذا وهذه نعرفوا لي فاريتي الكل اللي هو المسكي مسكا ديتالي اللي هو متواجد تويكا واللي احنا ريناه موجودين على السوق ومتوفر بكميات هامه وباش تدخل بعد لي فاريتي الاخرين وكذلك من بعد جو اصناف اخرى كيما باش يخلط علينا البرقدان وفما تنوع كبير في الغله. سيدي قال الاستاذ مازال السؤال الاخر على البطاطا خلينا نحولوا معها خاطر هي مسؤوله زاد على الخضروات برشا راهو في البطاطا تو يقول لك هاي حالت وهاي شنو له قال لك راهو جايبين من مصر وغيره صحيح الحكايه البطاطا اللي هي متوفره على السوق واللي تراو فيها قاعده كانت موجوده على مستوى التخزين خاطر احنا ننتجوش تويك البطاطا هذه تسمى فتره الربط بين المواسم واللي هي الربط بين المواسم خاصه الفتره الخريفيه اللي هي سبتمبر اكتوبر نوفمبر اللي احنا ما ننتجوش فيها البطاطا
البطاطا، والجي البطاطا هذه جايه من مخزون تعديلي قامت الدوله بتخزينه بمعيه الخواص، واللي هي الكميات نتاعها يتم ضخها بشوي بشوي على السوق. حاب بخيمة يقارب عن 2000 طرناطة هي متواجدة تويكا وقاعدين نضخوا فيها وفي غير مزور. كل جمعة نعملوا لجنة متابعة المخزون هذايا وتوزيعه على مستوى الأسواق، وبالتالي هل نشوفوا فيه راه هو منتوج متأتي خاصة من الفريجوات برانسيبالمون، وفما كميات اخرين جايين من مخزون اللي هو كان مخزون تقليدي اللي نخبيوه كيما قلت لك في الرومان التونسي، راهي البطاطا زاده نخزنوها تحت الاشجار زاده كذلك وتصبر بكدا، واللي هي تالسا بخيت للقليان اكثر من البطاطا اللي جايه من الفريجوات اللي هي مالوغوزمون تك حال شوي. دونك يفو ميو سنا تويكا نحاولوا نطيبوها تطيب خير من اللي احنا نقليوها، وبالتالي تكون الكاليتي نتاعها. انا متفاجئ على خاطر ما حاجات ما نعرفهمش بالكل فيما يخص التكنيك اونسيسترال هذوما نتاع التخزين ولا نتاع المحافظه. سي دو سافوار فيغ اللي هو موجود واللي تم تطويره، خاطر احنا نعملوا زاد ان بتي تريتمون اللي هو بيولوجيك بو بريزيرفي هاك البطاطا هذي كوم تهضر باش السوسه، وبالتالي تنجم تكون هي موجوده على المستوى الفتره نتاع الفجوه الخريفيه. شكرا لك دكتور صاحب بن احمد، ميرسي بوكو مديره الاشجار المثمره والخضروات بوزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري على حضورك بحضنا كل التوضيحات اللي قدمتها. نحن هكا نكون وصلنا لاخر الموعد نتاعنا اليوم، ميرسي بوكو انيس، شكرا لك، نتلقاو نهار الاثنين الجاي ان شاء الله في نفس الوقت مع حكايه جديده.